لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منبها الخلق على قدرته العظيمة وأنه الذي لا نظير له وأنه على ما يشاء قادر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي إنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يقران، والشمس ونورها وإشراقها لا يقران، يتعاقبان لا يقران. لا يقران يعني مش واحد ليل على طول أو النهار على طول، يعني مش مستقرين حاجة واحدة بس. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، النسخة اللي عندي لا يقران ومش جايبين نسخ تانية. والشمس ونورها وإشراقها والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والشهور والأعوام، ويتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي، نبه تعالى إلى أنه على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره. هي العالم العلوي، والله أعلم، وإن الشمس والقمر في العالم العلوي، السفلي أظنها سبق قلم. فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي ولا تشركوا به، فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم غيره فإنه لا يغفر أن يشرك به. لهذا قال فإن استكبروا، أي عن إفراد العبادة له، وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره، فالذين عند ربك يعني الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كهذا القول يعني ليس أن هؤلاء هم الملائكة كهؤلاء، ولكن بمعنى أن هناك من يفرض الله بالعبادة غيرهم، وإن كان فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون والمؤمنين من بعدهم. قال الحافظ أبو يعلى بإسناده عن جابر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح، فإنها ترسل رحمة لقوم وعذابا لقوم. وقوله: ومن آياته، أي على قدرته على إعادة الموتى، أنك ترى الأرض خاشعة أي هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي أخرجت من جميل ألوان الزروع والثمار. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. قال ابن جرير رحمه الله في قوله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يقول تعالى ذكره: ومن حجج الله أيضا وأدلته على قدرته على نشر الموتى من بعد ميلاها وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها، أنك يا محمد ترى الأرض دارسة غبراء لا نبات بها، لا نبات بها ولا زرع. عن قتادة: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي غبراء متهشمة. السدي: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، قال يابسة متهشمة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، يقول تعالى ذكره: فإذا أنزلنا من السماء غيثا على هذه الأرض الخاشعة اهتزت بالنبات، يقول تحركت به. عن مجاهد قال: اهتزت، قال بالنبات، وربت، يقول انتفخت. عن السدي: وربت، قال انتفخت. عن قتادة: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعرف الغيث في سحتها وربوها، ربت يعني انتفاخها. عن مجاهد: وربت للنبات، قال ارتفعت قبل أن تنبت. انتفخها بالماء إذا نزل عليها قبل أن يظهر النبات. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، يقول إن الذي أحيا هذه الأرض الدارسة فأخرج منها النبات وجعلها تهتز بالزرع من بعد يبسها ودثورها بالمطر الذي أنزل عليها، إن الذي أحياها هو القادر على أن يحيي أموات بني آدم من بعد مماتهم بالماء، بالماء الذي ينزل من السماء لإحيائهم. عن السدي قال: كما يحيي الأرض بالمطر، كذلك يحيي الموتى بالماء يوم القيامة بين النفختين، يعني بذلك تأويل قوله تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. يقول تعالى ذكره: إن ربك يا محمد على إحياء خلقه بعد مماتهم وعلى كل ما يشاء ذو قدرة، لا يعجزه شيء أراده ولا تعذر عليه فعل شيء شاء. قل قولي هذا، استغفر الله ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.